رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات والسعادة والسرور، وكم نحن سعداء. الحمد لله والفضل لله والشكر لله. الإنسان يطول العمر سبحان الله، لأنه يعني ما تضيق إلا يفرجها الله سبحانه وتعالى، وضاقت حتى استحكمت حلقاتها، وكنت أظنها لا تفرج أو كما قال راعي اللي قال الكلام هذا، لكن نقول إن الإنسان أو المسلم إنه دائما إلى خير. وسبحان الله يعني ضاقت علينا في فترة كثير، ولكن سبحان الله الله بدلها بمثل هذا اليوم. هذا يوم من سعيد، ويوم من مشهود، ويوم من مبروك. ونقول نسأل الله سبحانه وتعالى إلا يرينا في طلابنا ولا في معلمينا ولا في حكومتنا ولا في جنودنا ولا في كل من يمشي فوق هذا الثراء الطاهر، الله لا يرينا فيهم مكروه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا معونة، وأنه يوفقهم، وحنا طال عمرك بقدر ما حنا سعداء بهذه العودة، عودة المدارس وعودة الأمور إلى نصابها. تعرفون مرت علينا فترة ما يقارب السنتين طال عمركم، يعني لما تقارن ذاك اليوم اللي هم أعلنوا فيه توقيف الدراسة وتقارن بهذا اليوم، سبحان الله، إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، ما يعني يجي شيء إلا الله، لله فيه حكمة. فتوقفنا عن الدراسة إجباريا لظروف الجائحة، ومرت جائحة بالعالم اجتاحتهم بكل ما تعنيه الكلمة، يعني من الأوجاع والأسقام، ولا طال عمرك عدم التجول وعدم السفر وعدم الروحة، وتأثرت المصانع، تأثرت المنتجات، تأثروا طال عمرك أصحاب التجارة. ولكن الله سبحانه وتعالى هيئ لهذا البلد طول الله عماركم يعني مقومات خير وبركة، حكومة وشعب وعاملين في هذا البلد طال عمرك. يعني كنا طال عمرك صحيح انها مرت ظروف، لكن والله طال عمرك الله اعماركم ما شعرنا ببعض الامور، الا ان احنا كنا يعني بعض الاشياء مرت يا جماعه الخير كانها زي الاحلام. يعني مرت ايام يا طال عمر الرجال منا ومنكم طال عمرك يمكن ما يقدر يطلع من بيته، يعني الحمد لله انها مقدره من الله سبحانه وتعالى. يعني في ناس نحكم عليهم بالحظر وعدم التجول لأسباب يعني خوف ولا رعب ولا حرب، لكن حنا طول أعماركم الدولة الله يحفظها يعني آمرت بالحظر في وقت معين لأسباب طال عمرك يعني حرص على هذا المواطن، حرص على هذا الشعب، حرص على المقيمين على ثرى هذه الأرض، ووفقوا والحمد لله. ومرت أيام بذكرياتها الجميلة وبذكرياتها الأليمة ما ننساها، لا يمكن ننساها، ولا يمكن انها طول الله اعماركم نقول ان شاء الله انها ما عاد تمر مثل ما مرت. وان كان فيها والله الحمد لله فيها سعاده، فيها عباده، فيها طال عمرك عرفنا المطاليق اللي شرعكم، عرفنا المخلصين من ابناء هذا الوطن طول الله اعماركم، بذلت الجهود ما يتوقع الواحد انها تكون. لكن باقي الرجال مواقف، ووفقوا طول الله اعماركم رجال التعليم، ووفقوا رجال الصحه، وفق خادم الحرمين الله يطول عمره، ولي عهده والحكومة كلهم لما عملوا وقدموا خلال هذه الفترة. يعني لمن الواحد كله أنا أقوله لكم أنتم الأخوان الحاضرين واللي تابعونا عبر الشاشات في التلفزيونات، يعني مرت أشياء طول أعماركم لا يمكن أنها تروح من الذاكرة، يعني كأنها يعني خيال. لكن الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى خرجنا اليوم، ونعتبر اليوم عيد، ونعتبر ذا اليوم فرحة وسعادة، ونقولنا يعني لازلنا طول أعماركم نجل يعني ونشد على أيدي اللي كان لهم مواقف خلال هذه الفترة. بذلت جهود يا طول الأعمار، وزارة الصحة، وزارة التعليم، كل العاملين طول أعماركم، الأمن، كل من له علاقة في هذا الوطن بيض الله وجيههم. والحمد لله إن الآن طول أعماركم مبسوطين ومرتاحين ومستانسين لعودة المدارس، لكن لا زلنا يا طول عمرك نحن والله ما احنا طول عمرك إلا بمثابة ينقول كلمة طول عمرك محب لمن حبهم، وإن نقدرهم ونحترمهم ونستحي منهم. إنه طول أعماركم الدولة جزا الله خير أمرت بعودة المدارس، لكن التعاون مطلوب من الجميع، مطلوب من البيت، مطلوب من المدرسين، مطلوب من الطلاب. طلاب لابد الطلاب انهم يتعاونون وينفذون التعليمات، فلا بد ان في المدارس تعليمات محدده
يجب ان الكل يلتزم بها على عشان احنا طال عمرك، لان ناخذ بالاسباب. احنا نقول يا ربي لك الحمد، لكن برضه يعني ان ما نندفع في بعض الامور. طول اعماركم، ونسال الله لا يرينا حسره في شيء من امورنا. تحياتي لكم، تهنيتي لكم جميعا، انتم واخواننا في المجلس اهنيكم، فلا بد لكم علاقه بالتدريس، ابنائكم، احفادكم، اي انسان، كذلك اخواننا المشاهدين والمشاهدات والمتابعين، نقول مبروك عليكم، والله يحفظ حكومتنا ويوفقهم، بذلت كل الجهود اللي إن شاء الله طول أعمارك أنها تكتب لهم في صحائف أعمالهم. والونعم يا طول العمر إذا خرج طال عمرك من موضوع ولا من أمر طال عمرك، ثم كان له يد طال عمرك فيها طولة في الخير، في التقديم، في العطاء، هذا طال عمرك اللي يقول افتخر به الواحد. احنا نفتخر بكل ما بذل خلال هذه فترة، وتوفقنا جميعا إن شاء الله وخرجنا من هذه الجائحة. صحيح أن باقي فيه أمور، لكن نقول لا والله الحمد لله الآن طول عمركم. يعني احنا من أول الدول، ويعني اللي بادرت بالتطعيم، ثم بادرت بالتحصين، ثم بادرت يا طول العمر بتهيئة المدارس، واليوم نجني ثمارها، مدارسنا عادوا لها، نقول الحمد لله، واسأل الله لنا ولكم التوفيق. تحياتي لكم جميعا. آمين. الله يجزاك خير أبو سليمان.